بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل يا ربي في الساعة على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله يا شباب، يا هلا ويا مرحبا فيكم أيضا مع شابتر 1، وعندنا مسألة جميلة رقم 155 من كتاب كروبيرا، ولها علاقة بإحدى العمليات حق الماتيريال ساينس الخاصة برقاقات السيليكون ويفر. جبت لكم الصورة هذه من الانترنت بس عشان نعرف في الماتيريال ساينس كيف عملية تجهيز السيليكون ويفر، بدءا مما يسمى بالكريستال جروث، نمو الكريستالة حقة الويفر، وبعدين لما يصير الويفر كله بو عبارة عن سنجل كريستال، وصلة واحدة ما في أي جرين بينها. بعدين لما يبدون بعملية الجرايندينج يقطعونها كذا زي ما تشوف، ولا ماخذ زي المرتديلا الويفر سلايسينج. بعدين تجي عملية الإج راوندينج، تزبيط الإج. بعدين عملية اللابنج اللي هو أيضا صنفرة اللي فوق واللي أسفل. وبعدين عملية اسمها الاتشينج بالمواد الكيميائية. وبعدين عملية البوليشينج. وبعدين تشيك على الويفر بواسطة الليزر، شايف كان انسبكشن. بعدين الشحن. من ضمن هذه العمليات ما هي مذكورة هنا عملية تسمى الأنيلينج، عملية تسمى الأنيلينج، ويتم فيها تسخين الويفر. هذا هو الويفر الآن ديامتر حقه دي، ويتم فيها تسخينه يعني بسرعة من حرارة بسرعة ولي شورت يعني period of time، شايف كيف؟ فيوضع فوق الويفر هات بليت درجة حرارتها 600 درجة مئوية، والبليت تكون ينحط تحتها بتكون درجة حرارتها 20. والفرق ما بين المسافة ما بين الهات بليت والويفر صغيرة جدا جدا، يعني 0.2 مليمتر، بمعنى أن الهواء اللي موجود هنا ستاجننت، يعتبر كأنه ما يتحرك لا يطلع ولا ينزل، فكأنه إيش مادة صلبة، يعني عملية انتقال الطاقة من الهات بليت إلى الكولد بليت اللي هي حكة الويفر، بالإضافة إلى الراديشن. لا يوجد كونفكشن لأن القاب صغير، ولما يكون القاب صغير تكون الجزيئات والإير معزوق، ولما يكون معزوق ما يتحرك، وبالتالي المود الوحيد انتقال الطاقة من الهات إلى الكولد هو بالراندوم موليكولر موشن اللي هو الديفيوجن اللي هو الكوندكشن، ما فيه بلك موشن، وبالتالي ما يشتغل الكونفكشن. يعني حنطبق هنا إن شاء الله، يعني عندنا تو مودز في انتقال الانرجي من الهات إلى الكولد بواسطة راديشن بواسطة إيش الكوندكشن عبر الغاز. وهذا اللي يعني الحمد لله يجعل هذه المسألة جيدة لأنها توسع مدارككم لحاجتين. المهم الديامتر حق الويفر ب 0.78 مليمتر، الدنسيتي حق الويفر 2700 كيلوغرام لكل متر تكعيب، السبيسيفيك حق الويفر 875، الثيرمال كونتاكتيفيتي حق الهواء اللي موجود هنا 0.0436. أيضا يقول لك اعتبر أن السطح هذا والسطح هذا كليهما بلاك سيرفيسز، طبعا لما يكونوا كلا الاثنين بلاك سيرفيسز فيصير الراديشن اكستشينج بينهم ابسلون اصبحت بواحد الان يا شباب، والاريا مشيوله محطوطه في المقام، فاصبح عندي الهيت فلكس هنا. هذا هو ايش يطلب الاخ، يقول لي اوجد الراديتيف هيت فلكس اللي هو كيو راديشن اللي رايح للويفر، اوجد الكوندكشن هيت فلكس اوكي، واوجد المعدل تغير درجة حرارة الويفر at time is equal to zero. إذن أنا المسألة هذه هدفي فيها الشيء الجديد حاجتين، إنه الرايت هاند سايد حقة الانرجي بالانس عرفك عليه كيف الترانزيت تيرم هذا كيف تحسبه، وأيضا تعرفت إلى فكرة جديدة ألا وهي أنه ممكن يصير فيه كوندكشن عبر الهواء إذا كان الهواء مزنوق. وعادة يعتبر من حساباتنا في الهيت ترانسفير حسابات متقدمة إن المسافة ما بين السطحين إذا كانت أقل من 10 ملي يكون الهواء مزنوق. طيب يا شباب، من دون ما نسوي أي تأخير نبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نقول solution مباشرة، وكما اعتدنا نسوي
سيرفيس انرجي بالانس. طبعا واضح انه معزول من اسفل، اوكي، فعندي انرجي تدخل من فوق بواسطه الكوندكشن، وانرجي تدخل بواسطه الراديشن. اقول اي ان ماينس اي اوت زائد اي جينيريشن حيساوي اي ستورد، تمام. الحاله هنا ما في اي هيت جينيريشن جوا، شايف كيف؟ هل في اي ان؟ نعم، عندي اي ان تدخل بواسطه صافي التبادل الاشعاعي ما بين الويفر والهوت بليت، حيكون داخل جوا طبعا، لان هوت بليت اكثر حراره من، فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، عندي كيو راديشن يدخل، ويدخل ايضا كيو كوندكشن، وهذا بزيرو، ولدي في المرء هو يبحث عن ايش؟ دي تي، دي تي ويفر دي تي ات الانيشال تايم اللي عند تي از ايكوال تو زيرو، مهم جدا بالنسبه لهم في التصنيف، عمليه تجهيز الويفرز. طيب الاي دوت ستور، خلني اقول لك هنا تساوي ايش يا شباب؟ اللي هو دي دي تي اوف وات؟ اوف الماس حقت الويفر في الليتل انرجي، الليتل اي، والليتل اي هذه ما هي الا ايش؟ الليتل يو، والليتل يو هذه ما هي الا سي في تي. اذن استطيع اقول ان الرايت هاند سايد هنا حيساوي، لحظه وكمان ازيدكم من الشعر بيت، الماس هذه حقت الويفر حتساوي الفوليوم حق الويفر في الكثافة حقت الويفر، صح ولا لا؟ والفوليوم حق الويفر حيساوي الاريا الدائرية، اوكي، في سما في اللهم صل وسلم عليك، في السماكة اللي هنا، الاريا حقت الويفر في سماكة الويفر اللي هي كم؟ اللهم صل وسلم عليك يا حبيب الله. ما موجودة. طيب مال كيف حنحسب الفوليوم حق الويفر؟ يا شباب هذا هو الدي، هذا الدي يا شباب، غلط، انا قلت انه الديامتر حق الويفر، لا غلطان، عفوا يا اخوان، انا كنت ادعي لا السماكة، المفروض انه حط اللي تي، الله يلا مشي حالك مشي حالك، حتساوي الالي حق الويفر في بدل ما هو دي، يلا غصبا عني احط دي هنا، ولا المفروض انه تي، تمام. هي الان ابغى اجيب هذه كل ابوها هنا على اليمين، ابغى اقول الترم هذا اهو، شوف ايش حيصير. الفوليوم يا شباب حيصير الاريا ويفر دي يطلع برا، والرو تطلع برا، تمام، والسبيسيفيك هيت هنا يطلع برا، ويبقى عندي دي تي ويفر دي تايم. طيب ممتاز جدا. طبعا اقدر اقول يساوي اهي الاريا هذه، تقدر تجيبها في المقام، اوكي، كيو راديشن على الاريا زائد كيو كوندكشن على الاريا حيساوي دي سماكه في في الكثافه في السبيسيفيك هيت في دي تي ويفر دي تايم. جميل جدا، هذا هو يا اخوان اللي هو كيو هيت فلكس حقت الراديشن، وهذا هو الكيو كوندكشن دبل برايم. فأقدر أقول بسم الله والله أكبر، إبسلون في تي هات، أوكي، التي اتش للقوة 4 ناقص تي ويفر للقوة 4 زايد، الآن الطاقة اللي بتنتقل من هنا حتساوي كي حقت الاير، تمام، الاريا مشيولة طبعا، في التي حقت الهوت بليت ماينس التي حقت الويفر على المسافه اللي ما بين الاثنين اللي هو بكم؟ ال ب 0.2 ملم اهو، خلها كذا نحط 0.2، اوكي، حيساوي حيساوي ايش؟ حيساوي الدي في الرو في السي في دي تي وول دي تي ويفر دي تي. طيب الان انت ارجو انك تسوي التعويضات التاليه، هذا 5.67 في 10 تو ذا ماينس 8 تي اتش هنا حتساوي، اعطاني اياها بكم؟ ب 600 زائد 273 القوه 4، وهذه يا حبيبي حتساوي
298 القوة 4، والكي حقت الاير اهي تمام. وهنا هذه الثنتين مع بعض حتساوي 600 ناقص 20 يعني 580، والدي هنا يا حبيبي 0.78 في 10 تو ذا ماينس 3، والرو اهي اوكي، والسبيسيفيك هيت اهي. طبعا انت تقدر تحسب ذا كله ابو، هذا لو حسبته يطلع لك يا حبيبي 32.5 كيلو واط لكل متر تربيع، وهذا يطلع لك يا حبيبي 126 كيلو واط لكل متر تربيع. بمعنى ان الانرجي المنقولة عبر الجاب بواسطة الكوندكشن حق عبر الهواء أكبر من نقسمها على 32.5 يعني قرابة أربع مرات أوكي. طيب بعدين نظف ورتب يطلع لك الدي اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله طيب الدي تي دي دي تي دي دي تي و اوكي ات التايم يساوي زيرو حيساوي هي. شوف بعطيك قيمتين الان، ما بحط الثنتين، ابى اعرف قديش الدي تي ويفر دي تي فيما لو اني تجاهلت الراديشن، يعني هذا الحال ما موجود اوكي. عارف بكم تطلع؟ تطلع يا حبيبي 68.6 كالفن لكل سكند. ولو تجاهلت الكوندكشن عبر الاير هذا نقدر نقول نتجاهل ايش الراديشن اوكي، وهذا معذرة على الخط، هذا حق الكوندكشن بس. عارف كم يطلع حق الكوندكشن للراديشن فقط اذا تجاهلنا الكوندكشن وحطينا الراديشن؟ لحظة يا شباب معلش أنا إيش كتبت هنا 68 هنا اللي هو هذا حق الكوندكشن وهذا نتيجة للراديشن يطلع 17.6 درجة لكل ثانية. إذا الريسبونس التغير تتغير درجة حرارة الويفر 68 درجة مئوية لكل ثانية، وبالنسبة للراديشن تقفز كم؟ 17.6 لكل ثانية. طيب اجمع الاثنين 68.6 17.6 أيضا بلس، يعني الدي تي دي ها فور بوث مود هذا وهذا 86 درجة لكل ثانية. This is a huge jump يا شباب، a huge jump. يعني مثلا نبرة انت بتسخنها فقط حاجة بسيطة مثلا ثانيتين، يعني حتقفز كم ثانيتين؟ تقفز 172 درجة اوكي. طيب اتمنى اني بسطت لكم الان المساله هذه، واشوفكم على خير. لا تنسون سبسكرايب عشان تجيكم الفيديوهات كل شويه بدل ما انا اقعد ارسل لكم في البلاك بورد، وانشروا الاشياء هذه بين زملائكم خليهم يفهمونها، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.